أهلا بكم وجولة جديدة في أخبار عدد من المحافظات ونتابع فيها. اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين بمحيط مجمع محاكم المنشية بالأسكندرية. ضبط 7 من المتهمين بالتورط في أحداث قرية المراشدة بقنا. تقرير لمديرية الإسكان بمحافظة الشرقية يؤكد وجود أكثر من 32 ألف عقار مخالف بالمحافظة. مرحبا بكم. مرحبا بكم من جديد، ونستهل هذه الجولة من محافظة الأسكندرية، حيث تجددت الاشتباكات بين عدد من النشطاء وأهالي الشهداء بالأسكندرية وبين قوات الأمن في محيط مجمع المحاكم بالمحافظة، وذلك أثناء نظر قضية قتل المتظاهرين بالأسكندرية قبل صدور قرار بتأجيل الجلسة إلى الغد. وقد تبادل الطرفان الرشق بالحجارة، مما تسبب في تحطيم عدد من السيارات وإصابة عدد من جنود الأمن المركزي. هذا وقد استخدمت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل الدموع. ومعنا عبر الهاتف من الأسكندرية الصحفي أحمد علي. إذن أحمد، ما هي الأوضاع الآن بشوارع منطقة المنشية؟ الأوضاع الآن حالاً تسود أجواء المكان بعد الاشتباكات العنيفة التي شاهدها محيط المحكمة. الأجواء كانت ساخنة منذ بداية الصباح، رغم تخصيص جلسة خاصة مسائية لنظر محكمة الجنايات اليوم برئاسة المستشار محمد حماد جلسة المحاكمة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين، وهو الأمر الذي انتهى اليوم بتأجيل الجلسة إلى الغد. الجلسة بدأت اليوم بحضور المتهمين المخلي سبيلهم، وهم اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقاني رئيس قطاع الأمن المركزي، وعدد من ضباط الشرطة الآخرين والشرطة السريين. الأحداث بدأت بالمناوشات أمام المحكمة بين عدد من المتظاهرين والقوات الأمن المكلفة بحماية المحكمة. تبادل خلالها الطرفين الرشق بالحجاره، وكما قامت قوات الامن بمحاوله ابعاد العدد المتجمع او المتجمع امام المحكمه باستخدام القنابل المسيله للدموع. ايضا قامت قوات الامن باعاده توزيع قواتها ونشر افرادها حول المنشاه، الامر الذي اجبر المتظاهرين على الطراجع، وهو ما اتبعه حاله من القهر والفر بين الطرفين. كما وصلت ايضا تعزيزات امنيه لمكان المحاكمة الذي شهد برضو على العديد من التراشق بين الطرفين، أسفر عن إصابة عدد من قوات الأمن المركزي وعدد من المتظاهرين. أيضا في نهاية اليوم لم يستطع الكثير متابعة أحداث الجلسة التي كانت تدور بعيدا تماما عن أجواء المحاكمة، وان كان حدث نوع من المناوشات بين محامي الادعاء بالحق المدني والدفاع، اجبر رئيس المحكمه او اضطر بخلال رئيس المحكمه الى رفع الجلسه، ثم عادت المحاكمه مره اخرى وتم التاجيل الى جلسه الغد لحين تنفيذ طلبات المحامين. من المنتظر بكره ان يحدث نفس التجمعات والمناوشات خلال المظاهره للتأكيد على المتظاهرين للتأكيد على مطالبهم بضرورة القصاص لأهالي الشهداء. شكرا جزيلا صحفي أحمد علي، كنت معنا من الأسكندرية. وننتقل إلى محافظة قنا، حيث تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 7 من المتهمين بالتورط في أحداث قرية المراشدة. يأتي هذا بينما تسود حالة من الهدوء قرية المراشدة بعد أحداث عنف طائفية شهدتها القرية أمس. ومعنا عبر الهاتف الصحفية هيام الوكيل. هيام، إذا ما هي الأجواء الآن بالقرية؟ نعم دينا، بالفعل كما ذكرتي الآن يسود الهدوء الحذر أنحاء القرية نظرا للإحكام الأمني المتواجد حاليا. هناك قوات أمنية مكثفة وتعزيزات أمنية تعمل على تأمين الكنيسة بقرية المراشدة شمال محافظة قنا دائرة مركز وقف. أيضا هناك
تعزيزات أمنية على مداخل ومخارج القرية عقب اشتباكات اندلعت منذ مساء أمس الجمعة بين أقباط ومسلمين نظرا لاعتداء المدعو نادر عطية مسعود 45 عام على الطفلة ولاء أحمد علي. هي الطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات. الاعتداء كان جنسيا على هذه الطفلة. تحرر محضر بالواقعة. هذا الحدث أدى إلى حالة من السخط لدى الأهالي. تجمهروا أمام كنيسة أبي سام بالقرية، حاولوا اقتحامها، قاموا أيضا بإحراق عدد 4 محال تجارية تابعة للإخوة الأقباط نظرا لتلك الواقعة. أيضا تنوعت هذه المحال ما بين ميني ماركت ومحل للهواتف النقالة والأجهزة الكهربائية وغيرها من المحل. أيضا هذه الواقعة لم تكن هي الواقعة الأولى من نوعها زميلة دينا، فهناك الواقعة الشهيرة أيضا التي اندلعت أيضا على إثرها أحداث الفتنة الطائفية. كانت هذه هي القضية الشهيرة للرأي العام، وهي اغتصاب طفلة فرشوط. كانت الواقعة من جرجس بارومي وبين الطفلة يسرى في عام 2009-2010، وعلى إثرها قادت المحكمة حبس المتهم سابقا ب 15 عام وغرامة حوالي 5000 جنيه. اليوم أخذت قوات الأمن صباح اليوم القبض على 7 من المتهمين في أحداث قرية المرجدة، وبدأت التحقيقات وبدأت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة مع هؤلاء الذين أثاروا حالة الشغب التي أيضا أدت إلى إصابة عدد من قوات الأمن المركزي والمقدم أحمد فهمي التابع لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا. أيضا أكد اللواء عادل لبيب أن هناك اجتماعات بين رجال الدين القسط ورجال الدين المسلمين للحد من الفتنة الطائفية والسيطرة عليها. شكرا شكرا جزيلا الصحفية هيام الوكيل. إلى محافظة الشرقية، حيث كشف تقرير لمديرية الإسكان بالمحافظة عن وجود أكثر من 32,700 عقار مخالف المواصفات الفنية والقانونية بالمحافظة. ومعنا عبر الهاتف الصحفي طارق لبيب. إذن طارق، حدثنا أكثر عن تفاصيل هذا التقرير، ولماذا لم يتم اتخاذ إجراءات لإزالة هذه العقارات المخالفة خلال الفترة الماضية؟ نعم زميلة، تلقى المستشار حسن النجار محافظ الشرقية تقريرا من وزارة الإسكان عن العقارات المخالفة للإنشاءات والمواصفات القانونية، والتي بلغت 32,795 عقارا بمختلف ومراكز المحافظة. كان التفتيش الفني عن أعمال البناء بوزارة الإسكان قد كشف عن وجود 32,000 حالة مخالفة و795 عقارا مخالفا بمحافظة الشرقية تم انشائهم في الفترة السابقة من 2009 حتى 2013. وقال التقرير ان الشرقية تحتل بهذا الرقم المرتبة الرابعة بين محافظات مصر في مخالفات البناء، حيث تبين ان اجمالي المخالفات بلغت 324,000 حالة مخالفة عقار مخالفة بجميع محافظات مصر. وقد طلب المستشار حسن نجار محافظ الشرقية من رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية على مستوى المحافظة من وزارة الإسكان تقرير يومي عن المخالفات وأعمال البناء والعقارات المخالفة للإنشاء والمواصفات القانونية بعد احتلال المحافظة الشرقية المرتبة الرابعة على مستوى محافظات مصر. تؤكد المستشار حسن نجار محافظ الشرقية عن البدء الفوري في 4 مشاريع استثمارية بتكلفة قدرها 1,260,000,000 جنيه خلال هذا العام الجديد 2013 باعتمادات مالية محلية لمحافظة الشرقية، حيث تم تطهير وتدبيش بحر مويس من الكيلو 36 إلى الكيلو 39 وردم جزء من طرقة المسلمية من القناطر إلى أول طريق هبيت القديم، وجزء من بحر المشروع القادم بتكلفة قدرها 20,000,000 جنيه، حيث يوفر المشروع مساحة أرض قدرها 25,000 متر مربع بمعادل 5 أردنة يقام عليها مشروع استثماري ضخم يتم إنشاؤه 20 عمارة سكنية تضم 1,000 وحدة سكنية بتكلفة قدرها 300,000,000 جنيه. نعم شكرا شكرا جزيلا الصحفي طارق لبيب، كنت معنا من محافظة الشرقية. وإلى محافظة كفر الشيخ، حيث قرر المهندس سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ تطوير 24 مزلقانا للسكك الحديدية وصيانة 12 مزلقانا آخر. وينضم إلينا عبر الهاتف الصحفي أحمد العشري. أحمد، حدثنا أكثر عن تفاصيل هذا القرار. ما إن انتهى اجتماع مجلس المحافظين والذي حضره
المهندس سعد الحسيني مع رئيس الوزراء بشأن الخطة العاجلة لبحث ملفات السكة الحديد بمصر عقب وقوع عدد من الحوادث القطارات والتي كان أكثر ضحاياها في قطار البدرشين، حتى توجه المحافظ المهندس سعد الحسيني إلى مكتبه وعقد اجتماعا عاجلا مع كافة الجهات المعنية من السكة الحديد والمسؤولين التنفيذيين وغيرهم من المسؤولين لتطوير عدد كبير من مزلقانات السكة الحديد في المحافظة والتي تصل إلى 64 مزلقان، وحيث تم الاتفاق على أن يكون بداية التطوير ل 24 منها مع صيانة 12 آخرين يحتاجون إلى صيانة فقط، ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارة النقل وهيئة السكة الحديد لاختيار هذه المزلقانات مع إغلاق كافة الممرات الغير قانونية والتي قام بعض المواطنين عقب الثورة بفتحها للمرور من على قضبان السكة الحديد، الأمر الذي أدى إلى عدد من الحوادث الفردية في تلك المناطق، خاصة أن كفر الشيخ من أقدم المحافظات التي يوجد بها قطارات السكة الحديد، حيث تم إدخال قطارات السكة الحديد إليها لتصدير الفاكهة وغيرها من المنتجات الزراعية والسمكية بالمحافظة، ويوجد بها أقدم محطة للملك فاروق وهي محطة أثرية. شكرا لك الصحفي أحمد العشري، كنت معنا من كفر الشيخ. وإلى محافظة الإسماعيلية، حيث كشف تقرير رسمي أن 12 من أصل 14 مزلقة بالإسماعيلية يعمل دون إشارات ضوئية، وهو ما يهدد بوقوع حوادث متكررة بسبب عدم وجود وسائل إنذار بالمزلقان. جدير بذكر أن المحافظة قررت الشهر الماضي إغلاق 5 مزلقانات غير قانونية. ومعنا عبر الهاتف للتعرف على أوضاع المزلقانات رضا رجب، عامل بأحد المزلقانات. مرحبا بك معنا أستاذ رضا. أهلا وسهلا. يعني كلمنا شوية أوضاع المزلقانات إيه بالمحافظة. والله بالنسبة للمزلقانات ما فيش أي مشاكل سوى حاجتين اثنين بس، حماية للمزلقان من عدم تصرف السائقين السيارات بطريقه صحيحه معانا وسوء سلوكهم معانا طبعا، والتجاوزات اللي احنا بنشوفها من السائقين. ايه نوع التجاوزات دي استاذ رضا؟ ايه نوع التجاوزات وايه هي اصعب المشاكل اللي بتقابلكم؟ اصعب المشاكل اللي بتقابلنا سوء سلوك السائقين السيارات وتجاوزهم وعدم احترامهم للمزلقان. طبعا انا على مزلقان في الاسماعيليه بواجه عدم احترام السائق وعدم سيره تماما على المزلقان بطريقه صحيحه. في طبعا لازم اكون اقفل المزلقان ميعاد قدوم اي قطار لعدم حدوث اي حادث، ولكن يجبرني سائق بالتعدي بالالفاظ يكسر الجنزير يعدي مخالف عكس اتجاه، فطبعا ده كله بيسبب لنا احنا مشاكل. طبعا تاني مشكله بتقابلنا برضو واللي احنا بنطلبها زياده امان لينا، وسيله اتصال امنه بين المزلقان وبين البلوك بتثبت حاله اتصال البلوك بالمزلقان لغلق المزلقان. يعني ابرز المشاكل اللي بتقابلكم سلوك او سلوكيات السواقين معاكم لما انتم بتقفلوا المزلقان وعايزين وسيله اتصال امنه ما بين المزلقان والبلوك، صح كده؟ وكشك البلوك على اساس ان احنا يعني بنثبت على البلوك ان احنا اتصل علينا عامل البلوك لغلق اي مزلقان، وطبعا حمايتنا من السائقين. مش كل السائقين طبعا بنتعرض لسلوك غير صحيحه معانا وسير عكس اتجاه طبعا بيعرضنا احنا للخطر، واقرب مثال ان انا من حوالي 10 ايام قافل مزلقان بالجنزير ووقفه العربيه محترمه للمزلقان، وجت عربيه من ورا خبطتها كانت هتدخل قدام القطر لولا برضو ما احنا وقفنا وشدناها ورا. يعني بتحصل معانا مواقف احنا ملناش اي ذنب فيها. شكرا ليك عم رضا. شكرا ليك رضا رجب، عامل بأحد المزلقانات.
إلى محافظة سوهاج، حيث تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 1.5 مليون قرص مخدر على متن سيارة على طريق سوهاج البحر الأحمر. تبين بالتحقيق أن السيارة كانت في طريقها إلى محافظة أسوان. معنا عبر الهاتف اللواء محسن الجندي، مدير أمن سوهاج. مرحبا بك معنا سيد اللواء محسن. سيد اللواء، ما تفاصيل ضبط هذه الكمية الكبيرة من الأقراص المخدرة؟ لواء محسن هل تسمعني؟ لواء محسن هل تسمعني؟ إذا مشاهدينا، هذه الصور يعني كمية كبيرة، 1.5 مليون من الأقراص المخدرة. سيد اللواء هل تسمعني؟ أنا مع حضرتك. مرحبا بك معنا عبر شاشة الجزيرة مباشر مصر. ما تفاصيل ضبط هذه الكمية الكبيرة من الأقراص المخدرة وإلى أين كانت ذاهبة؟ وحضرتك من ضمن المنظومة الخاصة بوزارة الداخلية ملف تفعيل الأكمنة المتحركة والثابتة والأكمنة الحدودية. ومن ضمن الأكمنة الحدودية كمية حضرتك متاخم لمحافظة البحر الأحمر وأسيوط، ده حضرتك بيحصل الدخول والخروج من محافظة السواك أو خارج محافظة السواك. الكمين اشتبه في أحد السيارات الربع نقل. تبين حضرتك أن قائد السيارة محمل كميات من الأقراص المخدرة المخالفة يعني بدون تصريح، وعليها كميات من المواد العلف بيداريها يعني. تم ضبط السائق وتم ضبط المضبوطات، وتجاوزت حوالي 1 مليون أو 1 مليون وكاس اللي لسه هنثبت في العدد حتى الان، وكان تحليل محضر بالواقع. يعني لدينا هنا صور، لا ادري اذا كنت تشاهد شاشه الجزيره مباشر مصر، لدينا صور توضح يعني كميه كبيره من الصناديق او الاقراص المخدره. طيب سيد اللواء، ماذا عن محاوله الهروب الجماعي من سجن مركز اخميم بالامس؟ لا والحمد لله احنا تمكنا من ضبط المتهمين، ومتوقع متهم واحد وغير الضبط ان شاء الله، ومحددين ليه اكثر من مكان وهننزل عليه بمأموريات باذن الله، وان شاء الله هيتم الضبط باذن الله تعالى. شكرا لك على هذه المعلومات الوافيه لواء محسن الجندي مدير امن سوهاج، شكرا جزيلا لك. هنبقى معاك، مش هتفرق معانا، بس حسسنا لما حس الصراحه موجوده خلاص هنعرف ان اللي واحد اسمه ايه يعني؟ واحد اسمه والله واحد براني كده، واحد كده كده اللي كده ما قالكش اسمه ايه؟ اكيد في حد اتعرفت عليه زي ما قال لك الباشا، زي ما قال لك الباشا. اسمع بس، زي ما قال لك الباشا انك انت هتشيل القصه لوحدك لو ما قلتش الحقيقه، لان احنا الحقيقه اللي انت هتقولها هنجري وراها ونخاف من عليها عشان نتاكد منه. نص صح، انت تطلع منه وانت تطلع منه. طبعا ماشي معاك، كمل كمل. محمد ايه؟ وننتقل إلى محافظة البحر الأحمر، حيث تجددت أزمة نقص السولار بمدينة الغردقة، مما تسبب في تكدس سيارات النقل والحافلات السياحية بمحيط محطات الوقود وارتباك الرحلات السياحية بالمحافظة. في خبر آخر، قام الدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف ولواء محمد كامل محافظ البحر الأحمر، قاما بوضع حجر الأساس لمدينة الحرفيين غرب مدينة الغردقة، والتي تضم نحو 1400 وحدة حرفية وخدمية على مساحة 67 فدانا. يهدف المشروع إلى إخلاء مدينة الغردقة من الورش الصناعية. ومعنا عبر الهاتف من البحر الأحمر كمال رشاد. كمال، ماذا عن نقص السولار بالمحافظة؟ نعم بالفعل دينا، تجددت أزمة الوقود وعادت تلقي برأسها من جديد في معظم مدن محافظة البحر الأحمر وخاصة مدينة الغردقة، وامتدت طوابير السيارات إلى مسافات كبيرة أمام محطات الوقود، مما أثرت معه الحركة المرورية، الامر الذي دفع بقيادات اداره المرور والضباط والافراد لتيسير حركه الشيل النزول الى الشارع. ايضا شكا
أصحاب الشركات السياحية العاملة في مدينة الغردقة من تأثر رحلات التفويج للأقصر والقاهرة لزيارة المعالم السياحية والأثرية هناك بسبب نقص السولار من جانبها، ونظرا لتكرار الأزمة قامت محافظة البحر الأحمر لمواجهة هذه الأزمة التي يشكو منها أيضا أصحاب الفنادق والقرى السياحية بتوصيل الغاز، أو تقرر توصيل الغاز الطبيعي لعدد كثير من القرى السياحية داخل كردون مدينة الغردقة، وتحاول حاليا المحافظة هنا الاتفاق مع شركة مصر للبترول توفير مخزون استراتيجي بملء ثلاث خزانات هم بالقرب من ميناء الغردقة البحري، يكون مخزون استراتيجي لتستفيد منه المحافظة في حالة الأزمات. أيضا هناك اجتماعات متكررة لمسؤولي التموين بالمحافظة للسيطرة على محاولات التهريب، وأيضا تخفيض حصة الفنادق وشركات النقل السياحي بعيدة عن حصة المحافظة. نعم دينا. نعم، طب حدثنا أكثر عن المدينة، مدينة الحرفيين غرب الغردقة. بالفعل هو جاء وضع حجر الأساس في إطار احتفالات المحافظة أعيادها القومية، حيث قام الدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف يرافق رئيس هيئة الأوقاف واللواء محمد كامل محافظ البحر الأحمر بوضع حجر أساس لهذه المدينة. المدينة سوف تنشئها هيئة الأوقاف المصرية بالتعاون مع المحافظة التي هي تضم المدينة الخاصة بالحرفيين 1387 وحدة حرفية وخدمية، ويعمل بالمشروع العملاق على إخلاء مدينة الغردقة السياحية من الورش، كما يوفر 10,000 فرصة عمل مباشرة و 30,000 فرصة عمل غير مباشرة. المشروع يضم أيضا دينا ورش صناعة ومحال قطع غيار، كما يضم جميع الخدمات مثل مكاتب البريد ونقاط للشرطة والإسعاف والمطافئ. تم توقيع البروتوكول بالأمس مساء. شكرا جزيلا. المحافظة أيضا شهدت العديد من الافتتاحات، منها مبنى مراقبة مدينة الغردقة بكاميرات مراقبة، وشوارع مهمة بالغردقة يرتادها السياح. أيضا المحافظ قام بتكريم عدد من المستثمرين بالمحافظة خلال الاحتفال. شكرا جزيلا الصحفي كمال رشاد، كنت معنا من البحر الأحمر. وإلى محافظة أسوان، حيث قال لواء مصطفى السيد إن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء قرر إنشاء الوحدة المحلية لقرية وادي كركر مع تعديل نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان لتصبح القرية ضمن نطاقها. وأضاف المحافظ أن هذا القرار يؤكد حرص الدولة على إرساء دعائم تنمية شاملة لمنطقة القرى النوبية الجديدة. معنا عبر الهاتف الصحفي علي توفيق. إذن علي، ما هي تفاصيل تصريحات المحافظ بشأن قرية وادي كركر؟ نعم، مشروع وادي كركر هو يضم تعويضات لمساكن النوبيين المغتربين، وهم الذين لم يحصلوا على مساكن منذ هجرتهم من عام 1964 حتى الآن بسبب الظروف التي كانت تمر بها الدولة. هذا المشروع تم البدء فيه من حوالي 3 سنوات، ويضم 8 قرى جديدة مقامة على مساحة 460 فدان، وتم إقامة هذه المساكن على الطراز النوبي القديم عن طريق القباب. الحكومة قامت بتخصيص 18,000 فدان بوادي الأمل المجاور لوادي كركر تمهيدا لتوزيع على الشباب من خلال الجمعيات الزراعية، حتى يتم جذب السكان لهذه المنطقة الجديدة، لأنه للأسف تم إنشاء حوالي 1576 مسكن في وادي كركر ولم ينتفع به حتى الآن سوى 50 أسرة فقط، وبقى هذه المساكن يعني خالية من السكان حتى الآن. الدولة برضه وضعت مخطط لإنشاء مشروعات تنموية تضم صوبات زراعية ومزارع تسمين وتربية المواشي والدواجن، علاوه على انشاء مركز التراث النوبي ووضع القريه ضمن البرنامج السياحي من اجل يعني توفير فرص عمل لجميع المنتفعين في هذا المشروع الكبير الذي يعوض على النوبيين عن تضحياتهم التي بذلوها خلال انشاء السد العالي. شكرا، شكرا جزيلا الصحفي علي توفيق، كنت معنا من محافظه اسوان. ونختتم هذه الجولة من محافظة الدقهلية، حيث تواصلت أزمة نقص الوقود بالمحافظة وخاصة بنزين 80 وسولار، وهو ما أدى إلى تكدس سيارات بمحيط محطات الوقود وارتباك الحركة المرورية. ومعنا عبر الهاتف الصحفي ممدوح عرفة من الدقهلية. إذن ممدوح، ما هي تطورات أزمة نقص الوقود بالمحافظة، وهل من جهود لحل هذه الأزمة المتكررة؟ نعم، يواجه أصحاب السيارات أزمة بصفة يومية في الحصول على بنزين 80 وبالإضافة إلى السولار
كان نتيجة ذلك هو وقوف أصحاب السيارات لفترات طويلة في توابير ممتدة لمسافات أيضا طويلة داخل وخارج المحطات، كل ذلك من أجل الحصول على البنزين الذي يتميز سعره ب 90 قرشا للتر مقابل 150 قرش لبنزين 90 و 185 لبنزين 92. الزحام تسبب في نشوب العديد من المشبات داخل المحطات، إما على أولوية الحصول على الحصول إلى وصول الطرمبات أو اعتراضا على الوقوف في طوابير طويلة. دخل في المقابل ما يسمى بأصحاب الجراكل، مما أدى بالفعل إلى تفاقم الأزمة داخل المحطات، على الرغم من قيام بعض أصحاب المحطات بمنع تعبئة الجراكل حرصا على أصحاب السيارات وخوفا أيضا من انتشار البنزين بالسوق السوداء. على نفس الخط دخلت الحركة المرية في الشوارع الداخلية والطرق السريعة في شلل جزئي بسبب ما تحدث السيارات من الوقوف بعشوائية دون مراعاة لحركة السير سواء على الطرق السريعة أو الداخلية. هناك تقارير ظهرت لدى حزب الحرية والعدالة تؤكد أن كمية السولار الواردة إلى المحافظة أكثر ب 200 ألف لتر بصفة يومية، وقالوا أن البنزين أن السولار الذي يصل إلى الدقهلية هو مليون و900 ألف لتر، في حين أن المطلوب 1,700,000 لتر. إلا أن البنزين بالفعل هناك عجز حقيقي، أن البنزين 80 الذي يصل إلى الدقهلية نحو 750 ألف لتر، في حين أن المطلوب هو 1,050,000 لتر. شكرا جزيلا الصحفي ممدوح عرفة، كنت معنا من الدقهلية. بهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الجولة، قدمنا لكم فيها أخبار عدد من المحافظات المصرية. أشكر كل من تابعنا، ألقاكم على رأس الساعة القادمة وعرض جديد لها من أنباء. إلى اللقاء.